مرحبا يا شباب، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده على قناتنا اوتو سكان. اليوم يا شباب عندنا سياره من نوع اوبل موديل 2005. هنرد على بعض الاستفسارات اللي انسالت على قناتنا اوتو سكان عن مشاكل الايموبولايزر في السيارات الاوبل. هنشوف مع بعض دو السكيورتي وكيف انا ممكن افحص النظام باستخدام اجهزه الفحص مثل جهاز اللانش، وكيف انا اقرا الاعطال الخاصه بالسكيورتي كود، وكيف انا اعرف اذا في مشكله في نظام الايموبولايزر من خلال العدادات، من خلال الداشبورد، من خلال الطبلون. ايش هي اهم الاضواء الرئيسية الخاصة بنظام الامبولايزر؟ خليكم معنا لاخر الفيديو، تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. خليكم معنا لاخر الفيديو. في البداية يا شباب عندنا المفتاح، طبعا المفتاح اصلي، هنفتح عندنا السويتش. إذا كنا شباب اللي قلنا فيه عبارة عن مفتاح رينج داخله سيارة. لاحظين يا شباب في السيارات الأوبل هذا هو نظام السيكوريتي. في حال عندي حست مشكلة في نظام السيكوريتي، لاحظين عند الإشعار الخاص بنظام السيكوريتي حيدين عبارة عن وميض. في حال أعطانا عن وميض معناته إن في مشكلة في نظام السيكوريتي الخاص بنظام السيارة، إما مشكلة في التشيب الشيفرة الخاصة بالمفتاح، أو يوجد مشكلة ضعف في نظام الإمبولايزر بشكل كامل. نظام الإمبولايزر نظام السيكوريتي يوجد فيه مشكلة. هاي الضوء يا شباب علامة سيارة بدخلها مفتاح. بعض من أنواع السيارات الأوبل يا شباب الأقدم منك بكون مدرج نظام السيكوريتي كود مع نظام التشيك إنجن، هو ضوء الماكينة ضوء الماتور. في حال عندي مشكلة في السيارة حيضوي عندي ضوء التشيك إنجن، حيدين عبارة عن وميض، معناته إنه في مشكلة في نظام السيكوريتي. هذا هو الضوء يا شباب اللي خاص بنظام السيكوريتي في سيارات الأوبل، علامة مفتاح رينج. في حال عندي مشكلة حيدين عندي إشعار إنه حدث فيه مشكلة في نظام السيكوريتي. حنفحص إحنا السيارة الآن شباب، نعرف أهم المشاكل الخاصة في نظام السيكوريتي عن طريق جهاز اللانش. طبعا أنا شباب أستخدم مطلة السينك دياج مع فيشة الأوبدي 2 مع تابلت اللانش. حندخل الآن على السيارة، نختار عندنا هنا أوبل وندخل على نظام السيكوريتي. حنختار هنا أوبل يا شباب مع بعض. لاحظين عندي بختار انا اوبل ماستر اللي هو الاوبل الدارج يا شباب. لاحظين عندي يا شباب بختار على الاوبل ندخل عليها. طبعا الجهاز يا شباب بيدعم عنده لغتين، بيدعم اللغة التركية واللغة الانجليزية. هختار انا انجليش انجليزية، بختار اوكي. بختار اوتوماتيك سيرش، طبعا السيارة هي كورسا. بختار ممكن اختار شباب مانوال سيلكت. بختار انا بالتفصيل، هنختار احنا اوتوماتيك سيرش، يبحث لي عندي تلقائي. لاحظين عندنا شباب اعطانا نوع السيارة كورسا سي موديل 2004، عندي رقم الفي اي ان رقم الشاصي. بختار انا هنا اوكي. طبعا انا بفحص كل السيارة شباب، بختار هيلث ريبورت، ببدأ لي فحص كل المشاكل الخاصة في السيارة. لو تختار نظام معين بختار مانوال سيلكشن، هنا مانوال سيلكت. بختار عندي هنا نوع السيارة، نوع الانظمة الخاصة بالسيارة، وفي عندي سيستم سكان ايضا فحص كل السيارة. احنا هنختار نوع معين، هندخل نظام الامبولايزر كمثال. لاحظين عندي هنا شباب كل الأنظمة الخاصة في السيارة. نظر احنا امبولايزر، لاحظين عندي شباب ايموبولايزر، بدخل على الايموبولايزر. طبعا في الحالة دي حيبين لي كل المشاكل شباب الخاصة في نظام الامبولايزر، سواء مشكلة في التشيب، سواء مشكلة في نظام الامبولايزر، جميع المشاكل والأكواد الخاصة في نظام الايموبولايزر. بيبدأ الآن الجهاز يعمل اتصال بحيث انه يدخل على نظام الامبولايزر ونقرأ الأكواد ونقرأ الأعطال. طبعا يا شباب معلومة مهمة جدا، لازم عند البطارية تكون جيدة، يعني كل بطارية 12 فولت عند دخول على نظام الامبولايزر أو أي نظام داخل السيارة.
بحيث أنا عندي جهاز الفحص يقدر يدخل على جميع الأنظمة تكون البطارية جيدة، بطارية السيارة تكون هي 12 فولت، بحيث أنه يدخل على كل الأنظمة بالترتيب، وأقدر من خلاله أنا أفحص الأكواد وأفحص الأعطال. هنختار هنا شباب اوكي، يدخل على النظام. لاحظين عندي شباب دياجنوستيك ترابل كول، دياجنوستيك ترابل كول، بدخل عليه حيقرا لي كل الاكواد الخاصه بنظام السكيورتي الخاص بنظام الامبولايزر. لاحظين عندي انا شباب ريد فولد كود، حيقرا لي كل المشاكل الخاصه بنظام الامبولايزر. هنا بقدر امسح المشاكل الخاصه بنظام الامبولايزر، هنعمل ريد فولد كود. بيبدا عندي هنا يدخل على النظام. لاحظين عندي في بعض المشاكل الخاصة بنظام الامبولايزر، بيقول لي نو انجن ريجستر. طبعا هذه المشاكل ممكن تكون مشاكل وهمية، في الحالة انا همسح الاعطال وارجع اقرأ تاني. نعمل اكلير، اختار يس، بيبدأ عندي يمسح الاكواد. بعمل اوكي، برجع انا اقرأ تاني بتأكد هذه المشاكل مسحت او ظلت ثابتة. لاحظين مسحت كل الاكواد الخاصه في نظام الامبولايزر. طبعا يا شباب في بعض المشاكل مجرد انك تمسح الاعطال الخاصه بنظام السكيورتي حترجع عندك تشتغل السياره تلقائيا، يعني في حال انا قمت بفك مربط البطاريه، مربط السالب او مربط الحامي، او قمت بتغيير البطاريه، حيرصد عندي الجهاز انه حصلت مشكله في نظام السكيورتي. في الحاله هذه انا بس بامسح الاكواد، بمسح الاعطال، هترجع تشتغل عند السياره تلقائيا. طبعا هو كان مسجل عندي خطا نو ريجستر، اللي هو فيش اتصال بين النظام. بعد احنا ما قمنا بمسح البيانات رجع النظام يعمل بشكل تلقائي بشكل طبيعي، ان فقط كانت المشكله هي مسح اكواد. هنقرا تاني نتاكد، نعمل ريد فولد كود ونقرا الاكواد. لاحظين عندي تم حل جميع المشاكل الخاصه في نظام الامبولايز. لاحظين عندي هنا داخل عن نوع السياره اوبل اوتوماتيك سيرش، مختار هنا نوع الامبولايزر، داخل محدد هنا نوع الامبولايزر، وهنا بيقرأ لي الاكواد كلها الخاصة بنظام الامبولايزر. طبعا لو في اي مشاكل يا شباب في النظام هتكون عندي رابطة في القائمة الخاصة بنظام الامبولايزر. بهيك يا شباب كانت اول حلقة عن نظام فحص سيارات الاوبل الخاصة بنظام السكيورتي. لو عجبكم هيك حلقات يا شباب وحابين حلقات اكثر عن سيارات الاوبل اكتبوا لنا في التعليقات، وحنرد على كل التعليقات الخاصة بمجموعة سيارات الاوبل. كان معكم مهندس علي الجرو من مركز اوتوسكان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.